بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل مشاهدينا الكرام حديثنا عن ضحايا الإرهاب في ليبيا على يد النظام الاستبدادي القمعي الفاشي الدموي الذي طارد الليبيين بمختلف فئاتهم وأعمارهم وأماكنهم، الطالب والموظف والعالم والإنسان المسالم والطبيب والمذيع والكاتب. كان هذا الرجل يخطط لتجفيف ليبيا من رجالاتها، من الطلبة، من العلماء، كما رأينا من الدبلوماسيين، من العمال، من الجنود، من الضباط في الداخل والخارج. غطينا الساحة الألمانية وتحدثنا عن جرائم مصطفى الزايدي في الطالبين الهادي الغرياني وأحمد شرادي. شيء حقيقة أود أن أذكره ونسيته، عندما كان يعذب في الهادي وأحمد شرادي كانت البذاءة التي لا يتخيلها إنسان، كان كلمات البذيئة والسب والشتم والتهجم على الذات الإلهية، يعني أعوذ بالله. بل إحدى الكلمات التي قالها مصطفى الزايدي قال طلب منا الهادي وأحمد رجاء، يعني حتى على الأقل نريد أن نتوضأ ونصلي. هم أثناء التعذيب طلبوا هذا الأمر، ما كان يشغلهم أكل ولا شرب، بل ذكروا أنه بعدما خرجوا لم يقدم لهم أكل ولا شرب، تعذيب طوال الأيام التي دخلوها إلى ذلك البيت، بيت القمع مش بيت الشعب. طلبوا أن يتوضوا ويصلوا، فقال لهم مصطفى الزايدي بالحرف الواحد: أنا ربكم هنا، أنا ربكم هنا، أنا إن أردت أن أحييكما أو أميتكما، كما ذكر سبحان الله النمرود لسيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه هي العقليات التي كانت تتحكم في الوطن وفي مقدرات الوطن، تتحكم في الناس. ولا نستغرب مما خرج منهم هو وغيره مما كان يعذبون الطلبة في ألمانيا، لا نستغرب هذه الألفاظ. فسيدهم كبيرهم الذي علمهم السحر هو أيضا يعني لم يتوانى لحظة في السخرية من مقدساتنا، من محمد صلى الله عليه وسلم، من القرآن الكريم، من الشعائر الإسلامية، من التعبد، من شيوخ، من علماء، من مساجد. كان عدوه اللدود محمد صلى الله عليه وسلم، كان يشير إليه بمحمد، كان شبه حاقد على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ذكرى يا أخي، حتى الخصومة، خصومة للإسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم، تشعر بها حقيقية، يعني تخرج من قلب معمر القذافي إن كان له من قلب. يعني فسب الدين وسب الذات الإلهية وسب مقدساتنا كانت إحدى ممارسات العهد السابق ورجاله وأساطينه. يعني فالحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعي ما كنا نمر به وأن نسير بوطننا إلى الأفضل بإذن الله. نواصل حديثنا عن بقايا الضحايا. اخترت أتحدث في هذه اللحظة عن ضحية في بيروت، وهو السيد عبد اللطيف المنتصر، عضو برلمان ليبي في العهد الملكي، وهو عضو برلمان ليبيا في العهد الملكي بعد 1969 بعد الانقلاب، قرر أن يسكن في بيروت ويبقى ويستقر بها. لا علاقة جيدة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ويبدو أنها وعدته بالحماية وما إليه، وبقى هناك ومارس الأعمال الحرة. في فبراير من عام 1980، في أواخر فبراير عام 1980، اغتيل السيد عبد اللطيف المنتصر، وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 60 عام. وكانت هناك تقريبا في تلك الفترة الحرب الأهلية في لبنان، فكان من الصعب تتبع خيوط وتجميع معلومات وملبسات الجريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل السيد عبد اللطيف المنتصر برحمته. طبعا أعلن النظام الليبي مسؤوليته وفرحه لهذا. وكلما سقط ضحية من ضحايا الوطن على الساحة في الخارج، كلما نشر الخبر في الداخل واحتفلت اللجان الثورية واعتبرته أحد الانتصارات الرائعة، وملاحقة أعداء الثورة وملاحقة المجرمين والعملاء وما إليها من المصطلحات اللي موجودة في أدراج اللجان الثورية والمخابرات في ذلك الوقت. 42 سنة لم يطلقوا رصاصة واحدة
على أعداء الأمة الحقيقيين، لم يحاولوا أن يطلقوا رصاصة على سبيل المثال على جيش الصهاينة، على إسرائيل، على أعداء الوطن، على المجرمين، لكن الرصاص كان يسقط الضحايا المدنيين في جميع أنحاء العالم بطريقة غدر وخيانة ومفاجأة غير متوقعة للأبرياء، واعتبروها في نفس الوقت انتصار، واليد الطويلة ويد الثورة واليد التي تطارد الأعداء وما إليه من خلق معارك وهمية وعواصف لا حاجة لنا بها، مجرد زوابع في فنجال، مجرد لمجرد تحقيق نصر تافه إعلامي لا يهمه أرواح البشر من أجل تحقيق خبر إعلامي ومن أجل إصباغ صبغة القوي الذي يصل إلى أعدائه أينما كانوا. كانت روح أرواح البشر لا تهم ذلك النظام. نتحدث الآن عن السيد أحمد رفيق عبد القادر البراني، وهو أحد الضحايا الليبيين على ساحة قبرص. هذا الشاب ولد في مدينة بنغازي في 1948، وتلقى تعليم الإعدادي في مدارس النهضة، مدرسة النهضة، نفس المدرسة التي تخرجت منها الإعدادية، نفس نفس المدرسة التي تخرجت منها أحمد رفيق المهدوي. كان الشاعر أحمد رفيق المهدوي شاعر الوطن، صديق لهذه العائلة، ولذلك سمي أحمد رفيق عبد القادر على تيمنا بذلك الشعر، لكنهم يدعوه بمحمد، محمد البراني. في الثانوي ترك، بعد دراسة ثانوية فضل أن يدخل في عالم التجارة، وكان ناجح جدا، التحق بالعائلة كانت كلها من التجار الأمناء الصادقين الشرفاء المعروفين في مدينة بنغازي. قرر ترك الدراسة والالتحاق بمجال التجاري، زادت طموحاته وكبرت، وإلى أن اشترك مع أحد أقربائه في إنشاء أول مصنع للأقمشة في مدينة بنغازي. كان ناجح جدا، كان ناجح جدا، كان هذا المصنع ناجح، استفادت منه بنغازي، واستفاد منه الوطن، واستفادت منه العائلات والعمال، وكان يعني لمسة رائعة وإضافة صناعية رائعة لمدينة بنغازي. بالتأكيد جاءت الأصوات الحاقدة، أصوات الحسد والحقد والدمار التي لحقت بليبيا، وأمم المصنع، أو بمعنى آخر صدر قرار الضم والاستيلاء على أرزاق الناس وبيوتهم ومصانعهم ومصادر أعمالهم، فكان هذا المصنع أحد الضحايا النظام السابق. ليس ذلك فقط، يعني ليس ذلك فحسب، لم فقط يأخذوا منا المصنع، بل هدد أيضا بأمور كثيرة جدا، يعني بدل أن يطالب بحقه أو يحاول أن يتحصل على رزقه من جديد، هدد حتى وأرعب وأدخل في قرار أن تؤخذ القوات المسلحة، أن ترسل للحرب، أن ترسل للسهل. فالرجل قرر ترك الوطن، أخذ رزقه وهدد بغير حق، وهدد أيضا في نفسه وفي مستقبله وفي حضره، فقرر أن يترك وذهب إلى قبرص، إلى نيقوسيا، والتحق أيضا ب لا إله إلا الله أحد أقربائه، تقريبا خاله، وعمل معه في مكتبه، واستمر الرجل في يمارس التجارة، ونجحت تجارته أيضا في الخارج، وبعيد عن السياسة، لا يعارض ولا يحرض ولا يتحدث عن القذافي وعن نفس الأمر، وترك النظام وشأنه كغيره من الضحايا الذين تحدثنا عنهم. لكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن تترك النظام وشأنه، لابد أن تكون تحت قبضة النظام، لابد أن تكون أحد العبيد، أحد السادة الذين تسير من قبل النظام، وإلا فأنت عدو للنظام. في أحد الأيام توجه شاب أسمر نحيف إلى مكتب السيد البراني، محمد البراني، في نيقوسيا، وسأل عن السيد محمد، وقيل له أنه سيعود بإذن الله بعد ساعتين تقريبا. عاد
الرجل بعد ساعتين بالتأكيد، وكان السيد محمد موجود في مكتبه في تلك الفترة. كانت لهجة هذا الرجل لهجة خليط بين الخليجية والفلسطينية، وذكر للسيد محمد بأنه تاجر أرسله أحد تجار الخليج لعقد بعض الصفقات التجارية وما إليه. تحدث مع السيد محمد قليلا في المكتب ثم خرج، وفي الطريق داخل المبنى قبل الخروج مع هناك موظف آخر مع السيد محمد، أخبره أنه سيذهب مع الضيف الكريم وسيعود. عند وصولهم إلى باب المبنى، باب العمارة التي يوجد بها المكتب، أخرج الضيف مسدسه وأطلق رصاصه على رأس السيد محمد البراني من الخلف، وسقط مدرجا من الدماء وهرب. هذا ضحية أخرى من ضحايا النظام السابق، شاب من شباب الوطن، مدني، التحق بالدراسة بقدر المستطاع، دخل إلى المجال التجاري، استفاد لنفسه لأسرته، أنشأ مصنع أو شارك في إنشاء مصنع، أفاد المدينة والوطن، رجل لم يرى منه الوطن ضرر. عندما تكالب عليه النظام من جميع الجوانب، غادر الوطن وترك لهم الوطن والبلاد وما حوت وما حملت، وقرر العيش في دولة أخرى استقبلته ومارس تجارته، ولاحقته اليد الآثمة الحقودة وقتلته لمجرد أن يقال أن أعداء الثورة، أعداء الاشتراكية، أعداء الأمة، الصليبيين، الأعداء، هذا الكلام الفاضي الفارغ الذي ضيع أرواح الكثير من الليبيين. هذا أيضا ضحية أخرى. نتحدث الآن عن ضحية أخرى، هذه المرة في مصر. ننتقل من قبرص، من بيروت إلى قبرص، ننتقل إلى مصر ونتحدث عن بعض الضحايا في مصر. وأكبر الضحايا وأكثرهم شهرة وما أعرف هو السيد منصور الكيخية. كان الأستاذ منصور يعتبر اللجان الثورية منذ بداية تأسيسها أداة تخريب للوطن، وقد صدق حدسه، لذلك دعا إلى إلغاء اللجان الثورية وإعادة سلطة الدولة، كما كان صريحا مع معمر في عدة مواقف، فكان يقول له وجها لوجه إن العنف لن يعود على ليبيا بخير، وإن الأخطاء في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية قد تقبل بنية تصحيحها، لكن القمع والعنف لا يمكن قبولهما، ولا يمكنني أن أشاركك المسؤولية. كما كان الأستاذ منصور يؤمن أن معمر عدو للمؤسسات وعدو لكل ما هو قائم ومستقر. هو لم يقتل في مصر، لكن بداية قتله بدأت في مصر. السيد منصور هو رجل حوار، رجل الحوار، رجل دولة، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، سبحان الله، تخرج من الحقوق، ولد في 1931، مثل ليبيا كقائم بالأعمال في باريس، قنصل عام في الجزائر ثم قنصل عام في سويسرا، من مؤسس حزب البعث في ليبيا مع الأستاذ المرحوم عامر الدغيس، هو أيضا ضحية للنظام السابق. كان نائب لوزير الوحدة والشؤون الخارجية، وكيل لوزارة الخارجية في ليبيا، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، ووزير للخارجية. هذه هي بعض المناصب التي تولاها السيد منصور الكيخي. رجل راقي جدا، أعرفه شخصيا، عشت معه في نفس المدينة في الولايات المتحدة الأمريكية كولومبيا ميزوري فترة طويلة جدا. رجل هادي، مرح، مثقف، مليء بالتاريخ والسياسة، ذاكرة الوطن، يحمل ذاكرة الوطن من النشاط السياسي من الأربعينات ومن الخمسينات. السيد منصور الكيخية رجل دولة. السيد منصور الكيخية
أنتهى به المطاف، ترك استقال بسبب استقال وترك النظام نهائيا منذ أن بدأت موجة الاغتيالات في الثمانينات وطالت أصدقائه وزملائه في الحركة الوطنية الليبية. عندما بدأت الاغتيالات من عامر الدغيس والسيد حمي والصغير وبنون، زملاء هؤلاء هم الذين أسسوا معا الحزب. نحن نختلف مع حزب البعث في أفكارنا، لكننا لا نختلف في أن هذا الرجل رجل مدني، رجل حوار، رجل سلمي، ورجل ضحية في النهاية ومظلوم. وأيضا سيد منصور الكيخية كان هو محامي في بداية انقلاب 1969، كان محامي دافع على الأقل 25 من أعضاء حزب الإخوان المسلمين والتحرير، وكانت مرافعاته رائعة لدرجة أنهم حكمت عليهم المحكمة بالبراءة. هو بعثي ودافع على قومي، رجل قومي بعثي، ودافع على الإخوان المسلمين، ودافع على حزب التحرير الإسلامي، وكانوا مرة أخرى أبرياء. هذه إحدى مواقفه. طبعا النظام أعاد، لم يعني يرق له حكم البراءة، ومارس ما مارسه من ظلم وقمع ضد الأبرياء. السيد منصور الكيخية مرة أخرى رجل يؤمن بالحوار، رجل سلمي، رجل مثقف هادي، ذهب ومؤسسين أشياء كثيرة جدا، هيئات منها منظمة حقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان، أحد مؤسسين لمنظمة حقوق الإنسان. ولقد جمعتني بالأستاذ منصور لقاءات عديدة، خصوصا في مدينة كولومبيا في ولاية ميزوري، المدينة التي جمعتنا معا، وكان مرحا معروفا باعتداله، وكان سريع البديهة، حاضر النكتة على قدر عال من الثقافة، وكان محاورا ممتازا ومتحدثا بارعا، وكان يستمع لمخاطبيه بانتباه وتركيز ودون مقاطعة، وكان يتمتع بمقدرة عجيبة على الاحتفاظ بهدوئه بالرغم من الاختلاف الشديد في وجهات النظر مع محاوريه أحيانا، كما كان يتمتع بجانب ذلك بصفات قيادية عديدة أخرى. كنا نحن نعارض النظام السابق معارضة جديدة جذرية، لابد أن يسقط نظام القذافي. هو كان يقول لو تحصلنا على فرصة وأن نتحاور مع النظام وأن نستطيع أن نغير من آراءه، ربما أفضل من التصادم مع النظام. كان رجل سلمي، كان أيضا يتخالف مع النظام في ثلاث قضايا، قضيتين أو ثلاثة، منها موقف النظام الليبي مع إيران ضد العراق، دعم النظام الليبي لإيران ضد العراق كان لا يروق للسيد منصور الكيخية. كان يدافع على مصر، سبحان الله، كان يدافع دائما على مصر. لما كان في الأمم المتحدة في الأروقة السياسية والدارج، كانت إذا كان هناك مذكرات أن تنشر ضد مصر كان يوقفها هذا الرجل، كان يوقفها. أيضا لا إله الله، يختلف مع النظام في قضايا العنف واللجان الثورية، ويعتقد أن لابد لهذه اللجان أن تتوقف. نحن نتحدث عن اللجان الثورية في جيلين، الجيل الأول من اللجان الثورية كيف مصطفى الزايدي وش اسمه هذا الطيب الصافي والقمعيين والزان، هم قتل مجرمين. ثم جاءت بعدين أجيال أخرى من اللجان الثورية اللي هي يعني لا تمارس هذه الأشياء، ولذلك تتعجب عندما تنقد اللجان الثورية. الجيل الجديد لا يستشعر ما تقول، لكن هناك الجيل الأول من اللجان الثورية، جيل القمع والشنق العلني والتعذيب وقلع العيون وكسر العظام والتأرجح في الجثث، هذا هو الجيل الذي يتحدث عنه منصور الكيخية، هذا هو الجيل من اللجان الثورية الذي يتحدث عنه منصور الكيخية. إذن كان على خلاف مع النظام في موقفه ضد العراق، لأن الصواريخ الليبية كانت تدق في بغداد. لما كانت هناك الحرب الإيرانية العراقية، كانت الصواريخ الليبية تدق في بغداد. كان القذافي يمول في إيران، كان يمول في إيران وبأسلحة ليبية من البترول الليبي ومن الكذا. والشيء الآخر كما ذكرنا العنف، كان أيضا يدافع على مصر. في 1990 تقريبا، في 1990 السيد منصور الكيخية سافر إلى مصر لحضور ماذا؟ لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان أو اجتماع لحقوق الإنسان، وبقى في فندق السفير في القاهرة، بقى في فندق السفير.
فجأة اختفى الرجل، اختفى الرجل من فندق السفير، وأنكر حسني مبارك وأنكر القذافي معرفتهم بالرجل، واتهموا العالم القديم والجديد والصليبية والسي اي والعالم باختطاف منصور، بل وطالبوا به، ما شفناش لا ندري عليه، سبحان الله. ثم بعد ثورة 17 فبراير، بعد ثورة 17 فبراير، وعودة عبد الله السنوسي إلى ليبيا، إحدى المعلومات التي صرح بها السيد عبد الله السنوسي هي ما حدث لمنصور الكيخي، أنه اختطف من مصر، بالتأكيد بالتعاون مع مصر، بالتأكيد بالتواطؤ السافر. وهكذا أنا نقف على نقطة بسيطة جدا، أن كل هذه الهيئات والمنظمات العربية كلها هلامية وكذب. رجل مؤسس لمنظمة حقوق إنسان يذهب لحضور اجتماع لحقوق الإنسان أو مؤتمر لمنظمة حقوق، يختطف، يذهب ليناقش الاختطاف في العالم ويناقش القمع ويناقش الاستبداد، هو نفسه يختطف. ورجل دولة، منصور الكيخي رجل كان مرشح لرئاسة ليبيا، كان كفؤ جدا سياسيا، وكان خبير، وكان رجل عالمي، حتى لما اختطف تحدث عنه رؤساء دول كثيرون. أذكر الرئيس الأمريكي والملك السعودية ورؤساء وزراء في العالم كله وهيئة الأمم المتحدة. رسمي رجل دولة، رجل دولة يختطف من مصر بدون تواطؤ الأمن المصري، مستحيل مستحيل. وكنا نعرف ذلك، كنا ندرك أن مصر متواطئة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن تحدث ثورة 17 فبراير، ثم جاء عبد الله السنوسي وأعطى هذه المعلومات. اتضح أنه اختطف من مصر ومتهم فيه البشاري وشخصيات أخرى مذكورة أسماءهم جميعا. ولذلك دائما الكثير يتعجب من أي قوة تريد أن تعرقل بناء ليبيا جديدة، ليبيا الأمن والأمان، ليبيا دولة المؤسسات ودولة القانون. هذه الشخصيات التي اشتركت في اختطاف منصور الكيخي وفي اختيارهم كانوا أحياء، لا يرضى أن تعود ولا أحد يرضى أن تعود الدولة الآمنة، دولة الأمان، أو قيام دولة الأمن ودول المؤسسات، دولة القانون. لماذا؟ لأن هذه الملفات كلها ستفتح، وبالتالي لا تتعجب من القوى الرهيبة التي تقف ضد ثورة 17 فبراير. السيد منصور الكيخية من المعلومات التي صرح بها عبد الله السنوسي أنه قتل، ووضع الشقة وأيضا المقبرة، القبر الذي دفن فيه المرحوم، ماشي الحال. ولذلك يا سادة يا كرام، علينا أن ندرك حجم الجرائم التي يقوم بها هذا النظام. رجل جانب آخر لم أذكره في السيد منصور الكيخي، العمر، رجل ضعيف البنية، رجل مصاب بالسكري، ورجل يحتاج إلى عناية طبية شديدة جدا، ورجل يطلب في الحوار وفي الأمن وفي السلم. ذكرني بمحمد مصطفى رمضان، رجل أمن وأمان، رجل أمن وأمان والسلم. ولذلك هذا ضحية أخرى على ضحايا مصر. الضحية الأخرى السيد عبد الحميد بكوش رئيس الوزراء الليبي. لعلنا بإذن الله على مصر، على الساحة المصرية، لعلنا بإذن الله نغطيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين استودعكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ضحايانا، وأن يحشرهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يعوض الوطن عنهم رجال يبنون الدولة، دولة الأمن والأمان والسلام، ودولة القانون، والدولة تحترم الإنسان وتحترم الإنسان كما احترم الله سبحانه وتعالى، وتكرمه كما كرمه الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر. التكريم والحقوق والحماية والأمن والأمان حق من الله سبحانه وتعالى وليست منا من أحد، لا يمن علينا أحد بحقوقنا، هي حقوق وليست هبة من أحد. ومن ثوابت ثورة 17 فبراير هي ترسيخ هذه المفاهيم، أن حريتي وكرامتي وحقوقي هي من الله سبحانه وتعالى وليست من عباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ورضاه. نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة نتحدث عن ضحايا الإرهاب في ليبيا، ليس لمجرد الحديث لكن لاستخراج العبر لأجيالنا القادمة بإذن الله. وستذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.